نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت هذه الآية وهي قوله تعالى وردت هذه الآية في الدرس وهي قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولم تشرح، فنتمنى من فضيلتكم أن يفسرها. الآية واضحة من سياقها مع التي الآيات التي قبلها، يحذر من الشيطان ويقول: ولقد أضل هذا الشيطان منكم يا بني آدم جبلا، يعني خلقا كثيرا، فكيف تستنصحونه وقد أضل أجيالا وأمما، قوم عاد وقوم نوح وقوم عاد وثمود، ومع هذا تستنصحونه وتسيرون معه؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ العاقل هو يمشي مع عدوه ويستنصح عدوه. نعم.